الأوضاع في السودان ليست أفضل حالا مع التصاعد الكبير في الأزمة، كيف تصف المشهد السوداني حاليا؟ يعني طبعا مشهد يعني مؤسف، الواحد يبكي يعني لما بيشوف الأوضاع هناك بهذا الشكل. وبرضه زي ما قلت لحضرتك، السمة الأساسية في العهد اللي احنا عايشين فيه ده، أو في العصر اللي احنا عايشين فيه، إنه الأمور تبدأ ومتعرفيش تنهيها. يعني دايما أي قائد أو أي رئيس دولة من السهولة إن هو يبدأ عمل عسكري، لكن بعد كده إزاي ينهيه دي قضية تانية خالص وعملية كبيرة جدا، وأحيانا الأمور بتمتد لسنوات. الوضع في السودان وضع مؤلم مؤكد. الشعب المصري أعتقد إن كله بيتألم شديد يعني جدا نتيجة عملية النزوح والتدمير. البلد مقدراتها كلها تقريبا تم تدميرها، ولكن احنا فتحنا أزرعنا لأشقائنا السودانيين في مصر هنا، وأعتقد إن هم يعني لقوا الأمان في هذه الدولة ومعترفين بهذا الحقيقة. ولكن يعني كثرة الأيدي المتدخلة في دولة السودان في المرحلة الحالية هي اللي بتؤدي إلى تعقيد الموقف. يعني لو نقول ارفعوا أيديكم على السودان، ده يمكن يكون يعني ده واحد محب للسودان فعلا، لأن هو لو ترك الأمر للشعب السوداني أعتقد إن هم ممكن يصلوا إلى حلول سريعة جدا ويوقفوا الحرب. مؤكد إنه مصر قامت بدورها في هذا الشأن، ولكن دايما إحنا بنتكلم على ملكية الحل للشعب السوداني. مفيش حلول بتفرض من جانب الدولة المصرية على الشعب السوداني على الإطلاق، ولا على القوى السياسية اللي موجودة، وموجود معظمها هنا في القاهرة عشان تبقي عارفة حضرتك، معظم القوى السياسية المدنية موجودة في القاهرة. فإذا إحنا يعني عندنا إحساس بإنه يجب أن توقف آلة الحرب، ويجب أن نعيد بناء هذه الدولة الشقيقة العظيمة. ولكن يبدو أن الإرادة السياسية إلى حد ما مش متوفرة في الأطراف المتحاربة، ولكن إحنا عندنا أمل في أن في يكون لقاء قريب ما بين الجنرال برهان وجنرال حمدتي في مكان هيقرروا مجموعة الإيجاد. وده أمر أعتقد أنه هو يكون هيسهل أمور كثيرة جدا، وهيضع كل المبادرات يمكن في بوتقة واحدة، وده أمر مهم أيضا. تعدد المبادرات أحيانا مش يعني بيشتت الجهود، لكن وضع المبادرات كلها في بوتقة واحدة ده ممكن يكون أحد يعني النتائج الخاصة بعام 24، خاصة لو تم اللقاء ما بين رئيس عبد الفتاح برهان والجنرال حمدتي.